السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم يا شباب؟ النهاردة معكم أحمد العدل. هنتكلم في شوية في الفارماكولوجي، في موديول الفارما. كان حد طلب مننا إن احنا نشرح حتة السيليكوجزيب والنانوستيرويدال أند انفلاماتوري دراجز، تمام؟ فعشان نفهم السيليكوجزيب بيشتغل ازاي أو النانوستيرويدال بتشتغل ازاي، كان مهم ان احنا نبدأ نتكلم في حاجة مهمة في شابتر الاوتاكويت اسمها ايكوزانويت، تمام؟ ايكوزانويت، الايكوزانويت بتشمل البروستاجلاندين، واكيد سمعتوا عنها يعني احنا في اخر السنة، والليوكوتراينز. الليوكوتراينز اللي عنده حد لا قدر الله عنده حساسية، أو في ناس مننا كتير عندها حساسية في الصدر، فالليوكوتراين ده يعني إيه، حاجة مهمة جدا في مرضى حساسية الصدر يعني، أو مرضى الربو. فكانت البداية إن احنا نتكلم شوية عن البروستاجلاندين، إزاي هي نورمالي موجودة في الجسم وليه ربنا عاملها، تمام؟ وهي بتعمل ايه في الوضع الطبيعي للجسم، وبتعمل ايه اذا حدث باثولوجي للجسم زي انفلاميشن، بيبقى الموقف بتاعها ايه، ولا بتطلع تشجب يعني زي الامين العام للامم المتحدة، بيكون رد فعلها ايه. وعلى هذا الاساس العلماء لما درسوا الستيبس بتاعتها، لقوا شوية انزيمات موجودة او ميدياتورز. طب ما احنا ممكن نوقف الانزيمات دي، طب ما احنا ممكن نوقف الميدياتور ده، طب ما احنا ممكن نعمل بلوك للريسبتور ده، وبالتالي اي اكشن ما كانش كويس احنا منعناه، يبقى احنا كده عالجنا العيان. او مثلا لو عيان كان نورمالي كويس وحصل له اي مشكلة مثلا زي قبحة المعدة، فهنحاول نرجع له تاني البروستاجلاندين للوضع الطبيعي، فكده يبقى احنا عالجنا له القبحة. يعني هنعرف دلوقتي ان البروستاجلاندين لها حاجات كويسة ولها حاجات مش كويسة. فمثلا من الحاجات الكويسة للبروستاجلاندين ان هي بتحمي المعدة، فقلنا البروستاجلاندين بتحمي المعدة من القرحة، تمام؟ فالناس بقى اللي هي بتشرب خمر، ميسر، قهوة، شاي، سجاير، بيحصل لها ايه، قرحة معدة. فممكن نزود لها السيتوبروتكتيف اكشن اوف بروستاجلاندين، يبقى احنا كده عالجناه. وده ادوية موجودة في السوق، بتبقى غالية شوية بس اكشن او الافكت بتاعها بيبقى ممتاز. طيب السؤال دلوقتي، ازاي البروستاجلاندين بتتخلق في الجسم؟ الموضوع بسيط خالص. السيل ممبرين بتاع اي تيشو فيه فوسفوليبيد. الفوسفوليبيد ده زي ما بنقول هو البريكوبزر بتاعنا، او هو المادة الخام بتاعتنا اللي هنخلق منها البروستاجلاندين عن طريق كذا خطوة: فوسفوليبيد، اراكنويد اسيد، وبعد كده هيتكون معانا البروستاجلاندين. خطوات بالتفصيل: ان الفوسفوليبيد هيتحول لأراكنويد اسيد. ازاي هنعرف؟ الأراكنويد اسيد هيبقى قدامه سكتين، سكة كوكس وسكة لوكس. في السكة كوكس اللي هي الكومون يعني، او اللي تهمنا النهاردة، حاجة اسمها كوكس 1 وكوكس 2، دي انزيمات موجودة في الجسم بتعمل ايه. هنعرف الانزيم ده وظيفته على مستوانا دلوقتي ان هو هيحول الاراكنويد اسيد، الاراكيدونيك، هيحول الاراكيدونيك اسيد ده لبروستاجلاندين وبروستاسايكلين وثرومبوكسان A2. يبقى الكوكس حول لي الاراكيدونيك اسيد ده لبروستاجلاندين وبروستاسايكلين وثرومبوكسان A2. طب هو مش ماشي اعتباطا كده يعني، هو على حسب يعني، هو يكون ثرومبوكسان لما الجسم يكون محتاج، يكون بروستاسايكلين لما الجسم يكون محتاج، يكون بروستاجلاندين A2 و F2 لما الجسم يكون محتاج، وكذلك
على الناحية التانية اللوكس، اللوكس اللي هو لاي بوكسي جينيز انزيم، ده يكون لي الليوكوتراين امتى؟ لما الجسم يكون محتاج، او انا الجسم خلاص بقى شغال، حصل له اي تروما او اي اليوجين، لان الليوكوتراين احنا قلنا بتعمل الحساسية، مين اللي بتعمل الازمة. وطبعا عيانين الازمة كلهم بيقول لك انا مثلا لما اقعد في مكان فيه اي اليرجي، مثلا الدخان مثلا او التراب او حبوب اللقاح، الحاجات دي بتزود حساس، بتهيج الليوكوتراينز انها تطلع وتعمل بقى ايه، فازو كونستريكشن على مستوى البونكاي والبونكيولز، فيحصل لي الازمه. عشان كده دلوقتي العلاج الجديد او العلاج اللي جيب نتيجه في الموضة دول عيله اللوكاست، لوكاست مونتي لوكاست وحاجات كتير. بس هي اي مرض، اي دواء في الصيدليه اخو لوكاست ان شاء الله، يعني العدل كاست، العدل لوكاست، اي مرض اخو لوكاست تعرف ان ده بيعمل بلوك او انهبيشن للليوكوتراينز. تمام. طيب السؤال التاني، كل واحد من دول هيعمل ايه دلوقتي؟ الاكشن بتاع البروستاجلاندين، من الحاجات، من الاكشن انت بنفسك هتعرف ان طب والله ربنا عمل الحاجه دي حاجه حلوه للجسم، حتى لو كان اكشن مش كويس او انت شايفه مش كويس، يعني هو في وضعه او في الوضع اللي بيعمله بيكون حاجه زي لايف سيفنج للجسم. يعني مثلا انت حصل لك تروما في ايدك، او حصل انفلاميشن في ايدك، او جرح في ايدك، تمام، فدخل فوم بودي في ايدك، الفوم بودي ده لازم الجسم يعبر عنه ان خلاص حصل انفلاميشن. حصل انفلاميشن هتعرف ازاي؟ هتعرف ان يحصل لك بين، لوكال بين في المكان، يحصل لك فيفر، يحصل لك اديمة او سويلنج، فتقول اوبا ده انا طلع لي حاجة هنا في ايدي، في حاجة غريبة حصلت لي، ممكن حاجة قوستك مثلا او واتيفر يعني. فاذا الانفلاميشن اللي مش عاجبك ده عرفك ان الحق نفسك، روح خد مضاد حيوي، ده في خراج حصل، روح افتحه. طيب لو احنا هناخد بقى في الباثولوجي، او اخدنا في الباثولوجي ازاي الانفلاميشن بيحصل، انفلاميشن كذا ستيب، من اهمهم مثلا ان يقول لك ايه الـ 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 الجسم يقول للواي بي سي تعالي تعالي كتير كتير، اعملي فاجوزايتوزيس للخلايا دي وعشان ننقذ الموقف، مش كده وبس. مثلا الكابيلا بمبيليتي يحصل لها دايليتيشن، فالكابيلا بمبيليتي بتزيد فيحصل الاديمة. كمان ال عشان كده لما بنيجي ندي علاج بتدي مثلا كورتيزون، لان الكورتيزون انتي انفلاماتوري. ليه انتي انفلاماتوري؟ لانه بيمنع كل الستبس دي، يعني الكورتيزون هيقلل الواي بي سيز اللي جايه، وهيقلل البروستاجلاندين، وهيقلل هيقلل الكابيلا بيمابيليتي. فانت كده بتعكس الخطوات الطبيعيه اللي حصلت في الباثولوجي، وانت كده الدنيا ماشيه معاك، والفيفر هتقل، والانتي بايوتيك طبعا لو زي اي حاجه للانتي بايوتيك زي البنادول مثلا، الفيفر قلت والبين هيقل، انت كده عالجت المشكله. تمام. يعني حتى الانفلاميشن اللي مش عاجبك ده، ان ربنا يخلق مديته يعبر عنه، دي في حد ذاتها نعمه يعني. طيب يبقى نقول تاني، القصه بدات معانا بفوسفوليبيد، اراكيدونيك اسيد، اللوكس والكوكس. الكوكس هو المهم معانا هنا، الكوكس ده هيعمل لي اللي هنتكلم عن البروستاجلاندين، بروستاسايكلين، سومتوكسين، ايه كل واحد من دول بيعمل ايه، بستخدمه في ايه، بوقفه ازاي. الناحيه الثانيه اللوكس بيعمل الليوكوتراينز، ليوكوتراين عندي ليوكوتراينز A و B و C و D، اهمهم ايه يا دكتور احمد؟ اهمهم ليوكوتراين دي، ليوكوتراين دي. تمام. الليوكوتراينز، سوري اسف، اهم حاجه في الليوكوتراينز ده الليوكوتراين بي. يقول لك يعني ايه
ليكو تغين بي تفتكرها مثلا هو باشا، يعني حاجة البي هو الباشا فمهم جدا يعني. فاليوجو تغين بي هو مهم واخد وضعه، بس هو قذر يعني، حاجة وحشة جدا وبتعمل الأزمة. بس يعني لما لو هنختار واحد قذر جدا فيهم او صايع قوي نقول ليوكو تواينز بي، لان هو ايه باشا يعني. لكن كلهم انواع اليوكو تواين في ايه وبي وسي ودي، لكن هو اللي بيعمل المشكله او اللي بيساهم اكتر في المصيبه هو اليوكو تواين بي في الموضوع بتاع الازمه. تمام. الاكشن بقى هناخد الموضوع سيستماتيك كده، يعني مثلا البروستاجلاندين مثلا تعمل ايه على مستوى السي ان اس. هي طبعا مديته للبين، يعني ايه هي مسؤولة عن البين، انك تحس بانك تعبان. يعني البروستاجلاندين بتنقل الالم للثلمس، الثلمس اللي هو في الدماغ، وبتزود البين ريسبتور، بتخلي البين الاحساس بالالم زايد. عشان كده احنا لما هناخد حاجه تقلل البروستاجلاندين يبقى انت عالجت البين. تمام. يعني مثلا تاخد كورتيزون او تاخد اي حاجه نون ستيرويدال، تاخد مثلا كيتوفان كيتو بوفين، اي علاج للبروستاجلاندين، اي علاج يقلل البروستاجلاندين، يبقى انت كده بتعالج البين. يبقى على السي ان اس هيعمل بين وفيفا، منطقي. فيفا وليه بقى؟ لان البروستاجلاندين برضه بتطلع بتروح على الهيت ريجيولاتوري سنتر، وده الثيرموستات بتاع الجسم. ماشي. بدل ما كان الجسم مثلا بتقوم راحة مثلا تطلع انترلوكين 1، تمام، الانترلوكين 1 ده اهو هيعمل استيميليشن ويطلع بروستاجلاندين E2، فيروح يعلي السيت بوينت، البيشن السيت بوينت بتاع الايه الهيت ريجولاتوري سنتر. اعتبرنا ان الجسم فيه ثيرموستات، فالبروستاجلاندين بتعمل ايه يا معلم في الايه في البوينت بتاعته؟ لا بتعليها، فبتعمل فيفا. على السي ان اس هتعمل فيفا. بعد السي ان اس يعني ايه اللي مهم ممكن يكون معاك؟ الدماغ حاجة مهمة تانية. مثلا ايه اللي مهم في الدماغ في الجسم بعد السي ان اس؟ السي بي اس، القلب. يقول لك على القلب تعمل ايه، معلومة مهمة قوي. بروستاجلاندين على القلب بالذات، بروستاجلاندين E2 بيعمل بيتنسي اوف داكتس ارتريوزس ديورنج الفيتال لايف. وفي البيبي لسه بيبقى في مي في الامبريو في الامبريو يعني في الامبريولوجي او علم الاجنه، في حاجه اسمها داكتس ارتريوزس، فده بيعمل لها بيتنسي بيخليها مفتوحه، بروستاجلاندين E2. تمام. طيب بيقول لك مثلا في الشفوي، طب في حاجه بتقفل الداكتس ارتريوزس؟ اندوميساسين. الاندوميساسين ده برضه نون ستويدال انتي انفلاماتوري، بس ده بيعمل كلوز البيتنت داكتس ارتريوزس. تمام. اندوميساسين يوز تو كلوز البيتنت داكتس ارتريوزس. تمام. يبقى على السي بي اس اهم معلومه ان هو بيعمل بيتنسي اوف داكتس ارتريوزس ديورنج لايف. تمام. ده على السي بي اس. في حاجه تانية مهمه، واللي هو يعني على السي بي اس اللي هو القلب والسيركوليشن. يقول لك بعضهم فازو دايليتو وبعضهم فازو كونستريكتو، بعضهم طيبين وبعضهم مش طيبين. فالبروستاجلاندين اي بروستاجلاندين اي تحس ان هم كده غلابة كده، دول بازو دايليتو. وعلى فكرة يعني البروستاجلاندين ممكن يعني هي نورمالي شغالة يوميا كل ساعة وكل دقيقة. يعني الجسم محتاج ايه؟ الرينال مثلا، الكدني، عشان تعمل دايوريسيس. لو انت ضغطك عالي شوية او انت مثلا اخدت اي حاجة شربت قهوة، انت الكدني محتاجة تنزل البول ده يعني، فمحتاجة دم عشان تشتغل. فخلاص وانس ان يطلع دايوريتك في اللوبف هنا في الرينال، لما نشرح رينال، فانا محتاج بوستاجلاندين تمشي لي الدنيا، تعمل لي بازو دايليتو، فيطلع بوستاجلاندين اي واي. فده نورمالي بيعمل بازو دايليتو، لكن في حاجات تانية تعمل بازو كونستريكتو برضه في حاجات معينة. انا مثلا حصل لي نزيف او حصل لي مثلا ووند مثلا، فانا محتاج بازو كونستريكتو دلوقتي. تمام. يعني يقول لك مثلا في البلد ايه اللي يحصل على طول؟ وند.
اول حاجه تحصل لك فازو كونستريكتور اوف بلاد فيسل. ده فيسيولوجيكال، يعني فيسيولوجيكال ستيب. يعني حصلت ازاي؟ البروستاجلاندين. البروستاجلاندين ده موضوع مهم جدا. انه يا عم احمد بروستاجلاندين بيعمل كده؟ قال لك سومبوزان A2 و F2، يعني مثلا سومبوزان اف و ايه اي اف، ده بيعملوا فازو كونستريكشن. فالطيبين اي واي، اي واي سوري، طيبين اي واي والاشرار او مش طيبين اي واف، تمام؟ انت ممكن تربطهم كما يحلو لك يعني، بس المهم جدا تعرف ايه اللي بيعمل فازو دايليتور وايه اللي بيعمل فازو كونستريكتور. وده على مستوى السي بي اس معلومتين مهمين قوي، ان هو مهم ان هو بيكيب بيتنسي وبتقتص او تبيوز اثناء الديونج فيتال لايف، وان هو في بعضهم بيعمل فازو دايليتور وبعضهم فازو كونستريكتور على حسب احتياج الجسم. طيب الدم او الوعاء الاوعيه الدمويه فيها بليتلت، فيها صفائح دمويه. الصفائح الدمويه دي الجسم ساعات عايز يعمل جلطه، فمحتاج يعمل بليتلت يجمعهم مع بعض عشان يعمل جلطه في لو حصل اي قطع او حصل اي نزيف. طيب يقول لك البروستاجلاندين اي 2 اللي هي الطيبه دي بتنهبت البليتلت اجريجيشن. بليتلت اجريجيشن تعتبر حاجه وحشه في الجسم، يعني لما اجي اقول لك انت ده صفائحك بتتجلط كتير مش ممكن يحصل لك جلطه، مش ممكن الصفائح دي تتجمع وتعمل حاجه زي كوره كده او حاجه زي بليه كده في الدم وتروح تسد اي حد اي وعاء ويحصل لك اسكيميا او يحصل لك توقف في الدم او نقص التغذيه الدمويه، دي حاجه وحشه. فهي عشان هي اي تو احنا متفقين مثلا انها طيبه، فهي حلوه انها بتمنع الحاجه الوحشه، يعني بتمنع البليتلت اجريجيشن وتخلي الدم دايما سايل وحلو. لكن سومبلزان اي 2 بيستيموليت بريتلت اجريجيشن، سومبلزان اي 2 بيستيموليت بريتلت اجريجيشن، يعني برضه الجسم حصل فيه نزيف فانا محتاج بريتلت تتجمع عشان تسد لي الدنيا دي. ما البريتلت لما تتجمع، البريتلت دي مثلا في الخطوات بتاعت ازاي الدم بيقف انتي كواجيوليشن، يقول لك احنا بنشبهها زي الطوب كده، دي الطوبه اللي احنا هنحطها فوق بعض، بعد كده احنا هنحط على الطوب ده حاجات، هنحط عليه اسمنت وهنحط عليه نقاشه وهنحط عليه حاجات خلاص عشان نعمل حاجة زي جدار يسد النزيف. فكان الطوب او الحاجات المهمة اللي بدأنا عليها البداية بتاعتنا هي السومبوكسان ايتو، ان هو يعمل لي بليتلت اجريجيشن. ده على مستوى السي بي اس. بعد سي ان اس بين وفيفو، تمام. طب على مستوى الكيدني برضه احنا قلناها في وسط الكلام ان البروستاجلاندين بتزود الرينال بلاد فلو عن طريق انها تعمل فازو دايليتو للرينال بلاد فيسل، وبتزود الرينين ريليز. قصة الرينين والرينين انجيوتنسين والانجيوتنسين 1 والانجيوتنسين 2 والاس انهبيتور، الحاجات دي هناخدها برضه في الرينال او في الاندوكراين زي ما تيجي. بس الفكرة ان البروستاجلاندين حطها بس في كيب ان مايند دلوقتي، ان البروستاجلاندين اي 2 اللي احنا قلنا ان هو مثلا حد طيب بيزود الرينين، والرينين حاجة حلوة، الرينين مش حاجة وحشة، يعني انا شخصيا بحب الرينين جدا يعني، تمام. طيب بعد كده ايه جهاز مهم؟ احنا خدنا سي ان اس وسي بي اس وكدني، بقى لنا ايه حاجه مهمه قوي بنحبها قوي؟ الجي اي تي. الجي اي تي مهم جدا. البروستاجلاندين يعني بيقدر قوي الجي اي تي وبيحبه، تحس ان هو صديقه كده يعني، فيروح على الاستومك يعني يطبطب عليها كده ويحميها ويحمي الجدار. انت طول النهار بتاكلي سبايسي وبتاكلي بيبسي وبتاكلي، فالكدني يعني مظلومه فبيحميها كل شويه، كل ما جدار يتهد يبني لها يعمل لها الوول بتاع الاستومك كويس بحيث يبروتكت اجينست ان يحصل ألصة. فيعمل ايه؟ بيقلل اتش سي ال سكريشن، حمض الكلوريك باين او الحمض مش عارف اسمه ايه ده، اتش سي ال سكريشن بيقلله، وبيزود الميوكس يخلي الدنيا مبلوله وحلوه، وبينكريز البايكربونيت في الديودينم عشان يزود الهضم، عملية الهضم ما تاخدش وقت كتير، وبيزود البلاد فلو تو بروموت الهيلينج اوف دامجد ميكوزا. يعني برضه مش كده وبس، ده هو لو حصل حتة اتقطعت او حتة اتكسرت يجيب لها دم كتير عشان تيجي تعمل لها ريجنريشن بسرعة. فالجي اي تي بيطبطب على الايه؟ على الاستومك، بيطبطب عليها ازاي يا دكتور احمد؟ بيعمل لها حاجة اسمها سايتو بروتكتيف، بيقلل الاتش سي ال، بيزود الميوكس، بيزود البايكارب في الديودينم. كلام كله منطقي، يعني كلام كله منطقي. احنا لسه كل الكلام ده مقدمه، لان ده كل ده فيسيولوجي يعني.
لحد دلوقتي فيسيولوجي. الفارما معناها احنا بنوقف الفسيولوجي بالادويه، هي دي الفارما. يعني نص الحصه الجايه يعني لما هنقول قدام شويه كده بدانا في الفارما، لكن لحد دلوقتي احنا بنتكلم في الفسيولوجي. السمول انتستين يعمل ايه؟ بيزود الموتريتي، هتعمل لك كوليك، مغص ودايابيه. يجي واحد ذكي يقول لك يا دكتور طيب احنا مثلا عيان عنده دايابيه، مش ممكن يعني ده افتراض، يعني ما افتراض بغض النظر عن الكتب، احنا عايزين نفكر يعني. واحد احنا انت عرفت معلومه ان البروستاجلاندين والله بتعمل ديابيه مثلا، فانا مثلا جاي لي عيان عنده ديابيه، قدامي حلين، يا اما اديله بروستاجلاندين انيبيتور، يا اما مثلا واحد عنده امساك اديله بروستاجلاندين، حتى لو دي مش معلومه في الطب بس احنا بنفكر يعني عشان حاجات بعد كده هتيجي. فاحنا خدنا سي ان اس في اس كيدني جي اي تي، باين لك مثلا السكس اورجان على الفيميل وعلى الميل، حاجه مهمه جدا دي بقى. البروستاجلاندين يعني احنا وده الوجه القبيح فيه، ان هو بتاع العمليات الاجهاض الشمال. تروح الواحده مثلا حصل لها عايزه تعمل اجهاض، طبعا الاجهاض يعني في اجهاض حلال وفي اجهاض مش حلال، في مثلا ممكن يكون الحمل خطر فبتضطر نعمل اجهاض، حاجه اسمها السيرابيوتيك ابورشن مهم جدا. فالاجهاض مش دايما حاجه سيئه يعني، ما علينا يعني. طيب دلوقتي قال لك ان لقوا ان البروستاجلاندين ده وانس ان واحده تاخده يقوم على طول يروح لليوتراس ما يسيبوش في حاله، يعني بيتخانق مع اليوتراس ما بيطقوش يعني، واحد يروح لليوتراس يخليه يعمل كونتراكشن ويرمي اي حاجه فيه، يعني لو في بيبي ينزل، لو في بلاسينتا مش عايز، يعني لو واحده ولدت طبيعي ولسه البلاسينتا او المشيم محجوزه جواها، ادي بروستاجلاندين يا عم تنزل الدنيا كلها. طبعا لو ما نزلتش بقى نطلق نولدها لها قيصري يعني، ما علينا. بس المعلومة أنا بربط لك الفكرة إن اللي هو البروستاجلاندين زي ما كان بيطبطب على الاستومك، لا هو بيعادي أول يوتراس ما بيحبوش وبيعمل له يوتراين كونتراكشن. يعني عشان كده دكاترة النساء دايما في عيادتهم حقن بروستاجلاندين، هنعرف دلوقتي اسم الحقنة إيه. فهو بيعمل اندكشن للأبوشن والبريجنانسي وبيكنترول البوست بارتم هيموج، حاجة موضوع مهم جدا في النساء، مش مهم دلوقتي لكن هو نزيف بعد الإيه الولادة. البروستاجلاندين بتلعب دور مهم قوي في الفيرتلايزيشن والاوفيوليشن، لان هي زي ما هي بتعمل موتيليتي في الجي اي تي بتزود برضه الموتيليتي اوف سبيرم والموتيليتي اوف اوفم في الاوف في الـ في الفالوبيان تيوب. ده على الفيميل. على الميل بقى احنا ممكن نقول ايه على الميل؟ لكن هو بي انهانس الاريكشن، يعني بيزود الانتصاب شويه. ليه؟ لو انت ذكي هنقول والله هو الاريكشن ما هو الا فازو دايليتيشن، يعني الاريكشن فازو دايليتيشن. وفي حاجات طيبه كانت بتعمل فازو دايليتيشن يا دكتور احمد، الاي والاي. طب مش ممكن هما دول اللي بيعملوا فازو دايليتيشن؟ طب مثلا الادويه بتاعت الانتصاب دي اللي بتعمل فازو دايليتيشن دي كلها ايه؟ ما هي فيها بروستاجلاندين، يبقى دي مع الميل يعمل انتصاب. وقال لك بروستاجلاندين اي واف ممكن لهم دور في الميل فيرتيليتي، في خصوبه الايه الميل، يعني ان هو برضه بتنقل السبيرم في الفاز ديفرنس وبتنقله في اليوريثرا، فله دور مهم جدا في ان هو في السبرماتوجينيسيس، في السبرماتوجينيسيس و الفيرتيليتي، الفيرتيليتي الخصوبه. يبقى احنا اخدنا سي بي اس، سي ان اس كيدني، جي اي تي، ميل وفي ميل. باقي لك ايه؟ باقي لنا ان البروستاجلاندين معلومه لازم تعرفها، ان البروستاجلاندين لها دور مهم قوي في الانفلاميشن. يقول لك ان هو فيري امبورتنت انفلاماتوري ميديوتور، وقلنا ازاي. يعني هو اصلا اللي هيعمل الانفلاماتوري ستيبس، هو اللي هيعمل الانفلاماتوري ستيبس. ولذلك انا لما ادي كورتيزون، لما ادي اي علاج اللي يوقف البروستاجلاندين، انا وقفت الانفلاماتوري بروسيس وانا عالجت الانفلاميشن. تمام. على العينين حاجة مهمة قوي تفتكر قوي، المرض ده مرض صعب قوي، في حاجة اسمها جلوكوما، أو بالعربي إن العين تبقى زرقاء، مية العين، المية الزرقاء في العين. الجلوكوما ده قصتها إن ضغط العين بقى عالي، فالدكاترة بتوع الأوفثالمولوجي أو دكاترة الغمض قال لك طب ما إحنا اكتشفنا إن البروستاجلاندين اف 2 ده بيزود الصرف بتاع الإيكوس هيومر عن طريق حاجه اسمها يوفيوس كليرال باسوي، مش مهم دلوقتي، وايه بيقلل الاي او بي. طب دي حاجه حلوه قوي. طب انا قللت الاي او بي، انا مش محتاج اعمل عمليه للجلوكوما، طب ما امشي العيان على دواء بوست انتي بوستاجلاندين وكده، الدنيا بقت حلوه قوي. مش انتي بوستاجلاندين ده كمان، ده انا هديله بوستاجلاندين، انا ده
اصلا طبيعي البروستاجلاندين ان هو اف 2 الفا ده بيعمل كده، فقشطه قوي ده انا اديله. وبالتالي كمان مش كده وبس، does not change the size of pupil، مش بيأثر على حجم الحدقة بتاع العين، فالعيان هيشوف مش هيأثر على الرؤية بتاعه. يبقى في الأكشن احنا بدأنا بسي ان اس، بعد كده بيجي في دماغك ايه؟ سي بي اس بعده، كدني، قلبك، بعد كده الجي اي تي، اليوتراس العدو بتاعه، الميل يعمل ايه في الميل، الانتصاب، عينيك الانفلاميشن وشرحناها. المرة الجاية هنشرح الانفلاميشن بالتفصيل كجنرال باثولوجي مطلوب مننا يعني. طيب باقي لنا ايه؟ باقي لك الريسبيريشن. تفتكر على البونكاي يعمل ايه؟ بتقول والله على حسب، على حسب يعني، يعني في حاجات طيبه وفي حاجات وحشه. حاجات طيبه يا دكتور ممكن تزود لي البونكو دايلاتيشن تخليني اقدر اتنفس كويس، بروستاجلاندين اي واي الطيبين يعملوا لي بونكو دايليتو. انما الحاجات الزباله بقى زي اليوكوتراينز والبروستاجلاندين اف 2 الفا والسومباكزانزين ثرومبوكسين اي 2 يعمل له برونكوسباسم، تمام. فالقصه لو خدناها بالمنطق هنقدر نتكلم وهنقدر نحل الام سي كيو جدا. طيب هو عشان بقى اليوكوتراينز حاجه مهمه قوي، او لما اكتشفناها كان اكتشاف عظيم يعني، بالذات اليوكوتراين بي 4، اقول لك ان دي لها سبيسيفيك ريسبتور اسمه جي بروتين، اسمه ايه يا معلم؟ سيستينيل ليوكوتراين ريسبتور. وده بيعمل لي انفلاماتوري رياكشن في البونكاي، يعمل لي بونكال ازمه ان سسبتبل بيرسون، يعني لازم يكون عيان اصلا عنده حساسيه. يقول لك انا يا عم انا لو رحت في منطقه فيها تراب انا صدري بيقفش، تعبير حرفيا كده، وفي ويز بقى كده. طيب ليوكوتراينز هاف نو ثرابيوتيك يوزز، صحيح، ما يعني ما فيش، انا هي حاجه قذره انا هستخدمها في ايه؟ ما بتعملش غير البونكوس بازم. لكن انا لو انا وقفت ريسبتور اللي هو سيستينيل ليوكوتراين ريسبتور ده، جيت وقفته عند حدوده وعلمته الادب واديته مره اي دواء اخره لو كاست زي ما قلنا، يبقى احنا كده خدمنا العيان جدا. طيب نبدا بقى في الفارما بتاعتنا، نبدا وناكد على اللي فات. لو بنستخدمه دكاتره النساء، دكتور النساء ودكتور الولاده يستخدموا ايه؟ في الطلق وفي الاجهاض، يقول لك اندكشن اوف ابورشن على طول، تقوم مسقطه العيل. بس في ايه؟ في الشهر الرابع للسادس، رابع وخامس وسادس، اندكشن في ليبر في الولاده لازم تاخده. ليبر يعني ولاده، يعني لازم اليوترس يطرد اللي جواه، مش كده يعني، يطرد البيبي ويطرد المشيمه كمان، وبيكونترول البوست بارتم، بوست بارتم هيموتش، نزيف ما بعد الولاده. طب دكتور النساء عنده ايه في عيادته؟ عنده دينا، دينو بوستون، دينا ممكن تكون سكرتيرة عادي يعني، مش حد ماشي. دينو بوستون ده عند دكتور النساء عبارة عن بروستاجلاندين اي 2 انالوج، يعني شبيه انالوج وانتاجونست والحاجات دي، دي في بدايات الفارما انا اعتقد انتوا عارفينها. لكن احنا قلنا انالوج لان اساسا البروستاجلاندين نورمالي بتعمل كده، يعني البروستاجلاندين ربنا بيخلقها في الجسم، يعني المفروض ان الواحده بتولد طبيعي لوحدها بدون اي دكتور، تمام. فربنا ما عامل البروستاجلاندين اي 2 بيعمل كده، فانا لما اجي اعمل دواء مش محتاج اوقفه، لا بالعكس انا عايز ازوده، فاعمله زيه، فاعمل انالوج بروستاجلاندين اي 2 انالوج جيفن ان اس فاجينال سبوزيتوري كالبوس مهبلي، تمام. او ممكن اعمل اخد بروستاجلاندين اف 2 الفا انالوج دي اي ام في العضل، او بديه انترا امنيوتيك، يقوم ادخل كده دكتور النساء عارف المكان او دكتور الولاد عارف مكان معين كده، يقوم داخل في الامنيون، او فاكرين الامنيون ده السائل حوالين البيبي، ووتش بيعمل لي انافلوت، بس بيقول لك ممكن يموت الواحده ويموت كمان البيبي، فبلاش نعمله. كمان زي ما احنا قلنا بيعالج ضعف الانتصاب، لان قلنا في الاكشن ان هو بيعمل بيمنتين او بينهانس الاريكشن، اضعف الانتصاب، تمام. ازاي؟ ايه يا دكتور اللي بستخدمه في ضعف الانتصاب ده؟ حاجه اسمها البو ستادل، يعني البو ستادل يعني حاجه يبقى برنس، يعني البرنس البو ستادل، يعني هو لما يبقى عالجت الانتصاب بقى برنس البو ستادل يعني. فبروستاجلاندين اي 1 انالوج جيفن از يوسوال سبوزيتوري، طبعا دي هنا غلط، اوف انترا كابيرونس انجكشن،
بيحقنه في البينس نفسه عشان يزود البلاد فلو في البينس. طبعا في ادويه كتير غير ال غير الالبوستاديل يعني بتعالج الاريكتايل ديسفانكشن، لكن دي على مستواك تعرف ان هو بيعمل اريكتايل ديسفانكشن تريتمنت يعني. طب نستخدمه على الجي اي في ايه؟ ده هو كان حبيبه يعني، على الجي اي كان حبيبه، بيبوفيلاكت اجينست سيبتيك السر قوحه المعده والديودينال السر، سبيشالي اياتوجينيك السر، الالسر اللي جت بسبب النون ستويد والستويد. احنا قلنا يقول لك ما تاخدش يا عم مسكنات كتير وتتعب المعده وتتعب الكلى، تمام. فنفترض ان واحد بيشرب برضه سجاير قهوه خمر ميسر وحاجات وشيشه وجوزه وسلوم وبتاع، فحصل له قبحه، فياخد حاجه اسمها ميزوبريستول. ميزوبريستول وده موجود في الصيدليه، عباره عن ايه يا دكتور احمد؟ عباره عن بروستاجلاندين اي 1، بروستاجلاندين اي واي اللي هم الطيبين انالوج، جيفن از عباره عن بروستاجلاندين اي 1 انالوج جيفن اورال. طبعا بتاخد بس ممكن يعمل لك اسهال زي ما احنا قلنا، لان هو اصلا الاكشن بيعمل اسهال، ممكن يعمل لك وجع في العظم تستحمل شويه مش مهم، ممكن طبعا بيعمل اجهاض لو واحده حامل. السي اس احنا قلنا فوق ان هو بيعمل ايه، بيمنتين، بيفتح، بيخلي الدكتس اوتوريز مفتوحه، وكان له بازو دايليتو افكت وبازو كونستريكتو افكت، وقلنا على البليتلت يعمل ايه. طيب احنا ممكن نجمع الموضوع ده في ايه؟ فاكر عيان يجي لك عيان مثلا عنده ام اي وعنده ذبحه صدريه، يقول لك على طول اديله قرص اسبرين تحت لسانه، اسبرين اسبرين يقرقشه ويعديله بلافكس. الفكره ان انت عايز تعمل له فازو دايليتو، او عايز تقلل الجلطه، تقلل الجلطه، تمنع تدوب الدم، فيعمل لك اهو مكتوب الكلام اهو انهبيت البليتلت اجريجيشن اثناء عمليات الغسيل. الهيموداليسيس، الهيموداليسيس ده حاجة يعني ربنا يعافينا، وكنت بقرأ عن الهيموداليسيس ده، يقول لك إن الهيموداليسيس الكومبليكيشن بتاعته أب تو ديس على الجهاز، يعني ممكن يروح بيغسل ويموت على الجهاز مش عارفين يستخدم. فالهيموداليسيس ربنا يعافينا يعني. طيب تريتمنت أوف بالمونو هايبرتنشن نفس القصة، بالمونو هايبرتنشن قصته إيه يا دكتور أحمد؟ الأرتريولز وال والارتريول اللي جوه اللنج حصل فيها بازو كونستريكشن لاي سبب، حصل فيها اسيبس، حصل فيها اي مشكله، فبقى فيها بازو كونستريكشن، فالبلمونري ارتري بيقابل. يعني انت لما تكون بتحدف دم في حاجه ضيقه بيبقى في ضغط عليك هايبر تنشن، فلما الضيقه يعمل بازو دايليتيشن افكت فيحل المشكله شويه. هنقول دلوقتي ازاي نفتكر الكلام ده، لكن احنا لو افتكرنا الاكشن هنقدر نتكلم على الاكشن. قلنا ان هو بيمنتين البيتنسي اوف دكتس اوتريوزس بيفور سيرجيكال كوركشن اوف كونجنتال هارت ديزيز ان يونيت، تمام. عيان ده بقى هنا دكتور جراحه الاطفال اللي جاي له طفل عنده بيتنت اوف دكتر عنده بيتنس اوف دكتس اوتريوزس، فانا بديله ده الاوبسالميك، هنا بقى تديله ايه؟ ايبو بوست تينول، ايبو بوستينول. طيب في مرض قذر قوي يعني برضه اسمه بي في دي، بي في دي ده ايه؟ اللي هم البنات اللي بيجوا في الشتاء صوابعهم سخنه، صوابعهم دايما ورمه كده، اسمه بي في دي، وبيجي برضه للناس اللي بتدخن سجاير عندهم، عباره عن ايه؟ ان ايدك اطراف ايدك واطراف رجليك دم فيها مش متحرك كويس، يا اما مش رايح كويس يا اما بيروح ما بيرجعش كويس، فالسيركيليشن سلاجش في المنطقه دي، فانت محتاج تزود الفازو دايليتيشن والفازو كونستريكشن على حسب المشكله ايه. فممكن نديله ايبوبروستينول، البوستاديل، ميزوبروستول، تمام. لا طبعا نديله البوستاديل او ايبوبروستينول، تمام. فعلى ده على ستيب اس، شفت الفكره احنا ازاي الاكشن قدرنا نخترع منه ادويه. على العين احنا قلنا على العين ان هو بيقلل ضغط العين، طب نخترعوا حاجة اسمها لاتانو بوست، لاتانو بوست يعني ده لاتان عينيه كانت عندها جلوكوما، عينيه كانت تعبانة، لاتان والله اسم جميل قوي، لاتان اسم بنت حلو، اسم بنت عينيها وجعاها وخفت، عبارة عن اف 2 الفا جيفن از اي دروب، نقط عينين يعني نقط عينين. المهم ان الدواء اسمه لاتانو بوست، يجي يسألك في الام سي كيو لاتانو بوست ده ممكن استخدمه في الجلوكوما ولا لا؟
طيب واحد من الادويه دي ممكن استخدمها في علاج الجلوكوما او بيقلل الاي او الاي او بي، تختار وانت مغمض؟ لتان، ولا تنسى لتان يا صديقي. طيب في حاجه بقى سيبناها دلوقتي، لو خدنا الدياجرام اللي قدامنا ده، القصه بدات بفوسفوليبيد اراكي دونيك اسيد، الاراكي دونيك اسيد كوكس ولوكس، كوكس بروستاجلاندين وسايكلين ثرومبوزان اي 2 ولوكس ليوكوتران. شوف هنا كلمه حلوه قوي، يقول لك ان الفوسفوليبيد بتحول لاراكي دونيك اسيد عن طريق فوسفولايبيز اي 2 وفوسفولايبيز سي. يقول لك ان الفوسفولايبيز اي 2 ده بينهبيتد باي كورتيزول، هم اكتشفوا كده يعني ان الكورتيزون بيوقفه. حاجه حلوه قوي، انا لو اديت كورتيزون يقوم جاي موقف الستيب دي، يبقى الدنيا دي كلها خلاص ما بقتش شيء في دماغ، يعني مش هتحصل كل ده، مش هيحصل، يبقى انا وقفت ده وده وده. انت متخيل بتدي كورتيزون يوقف ده وده وده؟ يعني مثلا حصل انفلاميشن عندك، خد كورتيزون. عشان كده اقول لك اف يعني لو اف ذا ريزون از ان نون جيف ذا بيشنت كورتيزون. تخيل ده كورتيزون عمل ده، وقف كل الليله دي بالحلو بالوحش، الدنيا وقفت. طيب عايزين نتخصص شويه، خلي يا عم الكورتيزون، خلي الدنيا دي تكمل معايا، وبقى عندي اراكيدونيك اسيد والكوكس خليه يشتغل. الكوكس عامل لك القصه دي كلها. طب قال لك طب ما تيجي نوقف الكوكس ده ونوقف دول بس، ونسيبت شغاله اليوكوتاين شغاله عادي. وقفنا الكوكس بس، يبقى احنا وقفنا البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والثرومبوكسين اي 2. يبقى انا لو عايز اوقف البروستاجلاندين، يا اما اديله كورتيزون يا اما اديله اوقف الكوكس. ازاي اوقف الكوكس بقى؟ ده موضوع كبير هنتكلم عنه بالتفصيل برضه، يعني مثلا هنتكلم عنه عن الادويه بتاعته. لكن كاسماء اشهرهم الاسبرين، نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج، اشهرهم الاسبرين، وفي اسبرين اطفال طبعا موجود في الصيدليه، ليوكوتراين انهبيتور. احنا اتكلمنا على اليوكوتراين، عيله اللوكاست، مونتي لوكاست، زفير لوكاست، والعدل لوكاست، فاهمني؟ اي حاجه اخرها لوكاست في الصيدليه لما تنزل صيدليه في الاجازه تعرف ان هي اليوكوتراين انهبيتور، يعني بتعالج الازمه. طيب احنا خدنا النص ده اللي هو فيه كورتيزول وفي نون ستيرويدال انتي انفلاماتوري دراج اللي هي الاسبرين على راس القائمه بتاعتهم. طيب ده بيوقف الكوكس، كوكس واحد وكوكس اتنين. طب الناحية التانية اللوكس يوقفوا حاجة اسمها زيليوتين، زيليوتون، تمام؟ الزيليوتين ده بيوقف لوكس، اسمها زيليوتون، اسم كده تحس ان هو يعني حاجة بزيلة اوي، زيليوتين. رغم ذلك هو حاجة حلوة، يعني مثلا احنا قلنا ان عيان، نفترض ان في عيان ازمه، راح الصيدليه والدكتور قال له يا دكتور انا عندي ازمه ما بتخفش، طب هديك اي حاجه اخرها لوكاست، هديك ليوكوتراين وسبته انهبته، يا دكتور ده غاليه قوي. طب ما طب انا ممكن اوقف لك اللوكس خالص، ده بلاش لوكس يا عم، يديله زيليوتين ده. طبعا اعتقد انه مش موجود يعني، بس نتخيل تفكير علماء الفارماكولوجي ازاي يعني. فاحنا لو ادينا زيليوتين وقفنا القصه لتحت، عالجنا الازمه، صحيح؟ فالوقت الكلام ازاي وقفنا الخطوات، ازاي وقفنا اليوكوتراين، ازاي وقفنا البروستاجلاندين والبروستاسايكلين والثرومبوكسين بالكورتيزون بالنون ستيرويدال باليوكوتراين انهبيتور. بس النون ستيرويدال هنتكلم عنها بالتفصيل، يقول لك ان هي بتنهبت بقى الكوكس، بس هي في حاجه نون سيلكتيف كوكس. يعني ايه؟ يعني توقف كوكس واحد وكوكس اتنين. وكذلك بتنهبت البروستاجلاندين سينثيسيس وهاف انالجيزيك، يعني انالجيزيك يعني مسكن، وانت بايوتيك خافض الحراره، وانت انفلاماتوري مضاد للانفلاميشن، بات مي كوز بيبتيك السر، لان هي وقفت الاثنين، وقفت كوكس واحد وكوكس اثنين. ولذلك يقول لك الاسبرين يتعب الايه؟ المعده ويتعب الكدني، سبيشالي ويز بولونجد يوز اوف لارج دوز. على فكره موضوع الرينال ديسفانكشن او فشل الكلوي كتير جدا في مصر بسبب سوء الاستخدام او النون ستيرويدال انت انفلاماتوري دراج ابيوز، يعني سوء استخدام، تمام؟ دي النقط اللي هنأكد عليها، دي النقط اللي المفروض نكون عارفينها ونطلع منها على مستوانا دلوقتي. في نوتس عايزين نعرفها، يقول لك ان كوكس واحد ده، كوكس واحد مهم قوي، يعني ربنا خلقه بيصنع البروستاجلاندين في الاستومك،
وبيعمل بينا الفازو دايليتيشن. يعني هو موجود انزيم ده موجود في الحته دي في فاكر يروح للمعده يطبطب عليها ويروح للرينال عشان الرينال دي مكنه شغاله ممكن تحتاج. يا عم انا عايز الفازو دايليتور دلوقتي يا عم، لا اعمل لي فازو كونستريكشن دلوقتي. فمحتاجه يكون الصبي بتاع اللي هو كوكس واحد ده دايما جنبها ويخدمها على طول. كوكس واحد يعني هنسميه في السيستم بتاعنا كده الصبي بتاع الموضوع. لكن كوكس اتنين ده ايه؟ انديوسيبل ستيمولاتنج سينثيسيس اوف بروستاجلاندين انفولفد ان بين. يعني ايه؟ في انا عايز اعرف الدماغ ان في بين، يبقى الكوكس اتنين يشتغل. اعرف الدماغ ان في فيفا، عايز اعلي الستيت بوينت في الهيتروكلياتو سنتر في الدماغ في الثالاموس، يبقى انا محتاج كوكس اتنين. عايز اعمل انفلاميشن محتاج كوكس اتنين، انا مالي ومال كوكس واحد؟ فيقول لك بقى ان السيليكوكزيب اللي هو اسمه في الصيدليه سيليبريكس ده غالي يعني، والريفوكس ريفوكوكزيب سيليكوكزيب اشهر ده بقى بيوقف كوكس اتنين بس. ولذلك حاجه حلوه جدا انت عالجت البين والفيفا والانفلاميشن، ورغم ذلك حافظت على الاستومك بتاعتك وحافظت على الرينال بتاعتك، ويا ليت قومي يعلمون. يعني الحته دي مهمه جدا. كوكس ثلاثة ده افتراضية، بيقول لك ان لقوا ان مثلا البنادول بيعمل لك ايه؟ بيعمل بيوقف البين يعني انالجيزيك وانت بايوتيك بس على مستوى السي ان اس. يعني مثلا باراسيتامول او الاسيتامينوفين اللي هو اللي هو اسمه بنادول هبامول واتيفر، فبيفترضوا ان في حاجة في المخ اسمها كوكس ثلاثة بس هم لسه ما لقوهاش. يعني لو على مستواك دلوقتي ان الكوكس ثلاثة قصة البنادول والباراسيتامول اللي هو بيوقف البين والفيفا في الدماغ وخلاص. طيب تمام احنا قلنا الكلام ده. طيب تعالوا ندردش شوية نشوف شوية صور كده. ده شكل الكوكس واحد وده شكل الكوكس اتنين. واحنا قلنا ان الكوكس ده اللي هي السكة الشمال في الرسمة يعني في الرسمة اهو، دي شمال ودي يمين على حسب الشاشة يعني. فانت عندك دي كوكس ودي لوكس، فقلنا ان في كوكس واحد وكوكس اتنين. فبتكلم هنا ايه؟ ان ده شكل كوكس واحد وكوكس اتنين. وفي معلومة برضه جميلة قوي حلوة، يقول لك ان كوكس واحد احنا قلناها ان هو كونستيتيوتيف انزيم بيريجيليت النورمال سيلولار بروسيس. ان كوكس واحد ده ما اكتر حاجه ناتشورال حاجه طبيعيه في الجسم. احنا قلنا ان هو بيروح بيحفظ على الاستومك طبطب عليها ويصبي الرينال، فيعني جنب الرينال على طول جنب الاستومك على طول سوري جنب الكدني على طول يعمل لها فازو دايليتيشن، يعمل لها يطلع الرينال، فهو دايما جنبها موجود زي الجاستريك سايتو بروتكشن والفاسكولار هيموستيزيس طبعا مهم، والبليتلت اجريجيشن الحاجات اللي تلاقيها كده كلها حيويه اللي هي ما فيهاش بقى استهتار ريبرودكتيف وكيدني فانكشن. لكن كوكس 2 ده انديوسبل موجود بقى في البرين، ميمتين الفيفر البين زي ما احنا اتكلمنا الانفلاميشن، وموجود برضه في الكونيك انفلاميشن. والفرق بينهم في البايندنج سايت شيب هاف بيرميتد ذا ديفلوبمنت اوف سيلكتيف كوكس 2 انهبيتور. يعني لما لقوا العلماء ان في فرق بين شكل كوكس واحد وكوكس اتنين، لما لقوا العلماء كده قال لك طب ما احنا نقدر نخلق حاجات تتحكم في كوكس اتنين بس زي ما احنا اتكلمنا عليهم السيليبريكس السيليكوكزيب. تمام باقي هناخد بس كلمة بسيطة عن مقدمة للحصة الجاية لما احنا قلنا ازاي هنوقف القصة كلها. وقفنا بالكورتيزون، وقف من فوق خالص الكورتيزون، الكورتيزول وقف لي القصة من فوق خالص قشطة انهبيتد باي كورتيزون. او عندك الكوكس اللي هي النون ستويدال، وقفنا كوكس واحد وكوكس اتنين اسبرين واخواته، او نوقف كوكس اتنين بس اللي هي عيلة السيكوكزيب، او عائلة اللوكس نوقفها بالزليوتين حاجة مزيلة كده زليوتين، او نوقف باليوكوتراين ريسبتور انهبيتور اللي هي عائلة اللوكاست. تمام فدلوقتي عندنا الحصة الجاية مثلا لو اتكلمنا على النون ستويدال ولو اتكلمنا على السيليكوكزيب، فاحنا قلنا بيوقف
واحد بيوقف السوك الكوكس واحد وكوكس اتنين، والتاني سيلكتيف بيوقف كوكس اتنين بس وبيحمي لي المعدة وبيحمي لي الرينال. طيب يعني بيحمي الرينال في ايه؟ في حاجة بس عايزين نشوفها صورة جميلة وهنخلص. الصورة دي جميلة جدا. الصورة دي جميلة جدا. مش هنا. تمام. واضح ان الصورة ضاعت. طيب. تمام الصورة اللي عايزكم تشوفها الصورة دي. الصورة دي جميلة جدا. يقول لك ايه؟ ان زي ما قلنا ان الاسبرين بيشتغل على كوكس واحد وكوكس اتنين بس مور، يعني هو بيقول لك دي الستار دي علامة ان ده الاخ بتاعهم الكبير، يعني الاسبرين بقى والكيتوفان والاولفين والكاتافلام والعلل الجميلة والاندوميسسين. النهارده قلنا عنهم معلومة اول، اللي هو بيكلوز البيتنت، بيكلوز الدكتس اوتيوزس. تمام. نابوكسين ده برضه دواء ملوش اي لازمه كده، ما حبيتوش خدته ما حبيتوش. ايبوبروفين حاجه حلوه جدا، في نوبروفين مش موجود في مصر. تمام. لكن السيلاكوكزيب، ديكلوفيناك، الميلوكزيكام حاجه محترمه جدا، حاجات دي تشتغل اكتر على الكوكس. المعلومه دي ادفانسد شويه لان ده كتاب بيشرح منه البورد بتاع الفارما، لكن على مستوانا نعرف ان السيلوكوكسيب ده سيلكتيف، وان الاسبرين ده بينهبت الاثنين كوكس واحد وكوكس اتنين. وانا سعيد جدا معاكم ان انا كنت معاكم، وربنا يوفقكم يا شباب.